من امبارح لليوم بعد أميمة عم بتجر أغنية يا ليل الصب وراها، وبعدها عم تحتج وتعترض على الطبقة. ما مش مصدق أنا عم غني. يمكن أكيد ما في سبب تكنيكال، أكيد لا مش هالسبب. لا مش تكنيكال، شو قال لي مسيو خليل؟ السبب هو ممكن مسيو خليل عم يقول لي نزلت لك الطبقة كرمالك. قال نزلت لكم طبقة، قال لي أنا ما قلت رح تغنوا على هديك، قلت له بس امبارح بعثت لي على هديك الطبقة العالية. قال لي ايه بس مش معناته، قلت له شو معناته عم بعتي لي ماينستون عالي؟ تقرقص مثلا؟ فقال لي لا بس انا بغير لك اياها، قلت له خلص مش رح احكي بهالموضوع انا. قلت له بس انا على فكره امبارح كل موين وعم ببرم بالاكاديمية عم بقول انه زعلانين منك. طب ما يوصلك حكي مش مني. فبيقول لي قال لي لا وطيناه، قلت له وطيتوها هو جميلكم على راسي ميرسي. قلت له ما عندي مشكله على فكره بغنيها بهديك الطبقه بس عادي. بفوت بالحيط بطلع نوميني يعني اخر هم. قلت له انا تمام على فكره بحفظ الكلام بعمل اللي علي، حطيته الطبقه هلي وعم يسالني بيقول لي منيحه الطبقه؟ قلت له ما خصني انا بالطبقه، حط انت شو ما بدك انا بطلع غني، بعرف يعني بغني مزبوط وبس، ما خصني انا ما بختار طبقات اصلا. اوكي غني هالكلمتين صح؟ واعمل يا بنتي شو هالكلمتين انت شو فكرتهم؟ بدك اياه غني لكم اياهم؟ بالطبقه رح اطلع اكثر شيء رقاصه صراحه بالتابلو كلها رقص تابلو. قضيت أميمة ليلة صعبة، فكر ياخدها وفكر يجيبها، وما نامت إلا مع طلوع الضو، وكان صعب عليها تكون على الوقت بصف ناجي سوراتي. مين ناقص كمان؟ شلونت أنا كم تتقتل ناقص؟ أميمة. مين؟ أميمة. حلو. الحلزونة. تعبانة مريضة. لا مريضة. حلزونة انت حرق؟ لا هي قالت لأنه قال صح، قالت لأنه قال لك إنه ما قدرت تقوم ظهرك كتير عم يوجعها. كتير عم يوجعها. حلو. بطلت تبلع هي بتقرر انه فيها ما تجي على صفي مش قادره تقوم من التخت مش قادره تحكي زي ما كثير مطروحين مش قادره تمشي ظهر رجع معلم اخوك والله ماني اكيد يا عارف ماني عارف يا عارف ومي ما قررت هي ما تجي على صفي مش بايدها لو ما بتستاهل الاجره بظهر بظهر طب معلش انا رحت لها مشي معي لازم نروح نسيب الشيء لا سي وات يس سي وات سي وات يا حبيبي ما حدا لا 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 مين حلزونة يا حلزونة انتحرتي مستخبيه تحت الغطا بس كده مش هتطلع كانت تعبانة الحلزونة والله تعبانة وراحة في النوم خالص يا حلزونة نعم طلي علي تشوف من القوقعة تعالي انت خلاصي هو اطلعي من القوقعة وتحبسها على راسك القوقعة انا برشا اطلعي من القوقعة الظهر عم يوجع يلا قدامي على الصف ما حدا بيغيب عن صفي انا حلزونة خلاص هجيبها واجي والله خمس دقايق هلا هلا حاضر ثلاث ثواني ثلاثة اثنين حد والله عظيم حلزونة جيت جيت هاي بسرعة Never know how much I love you الله كتبتها في سنة كام جات خلوه يكمل كمل كمل Never know how much I care خليه يشرح يشرح هو فتح وين 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 يو بات يور ارمز اراوند مي تكوي بات وين 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 حلزونة استني تعالي حتى اذا الحلزونة انتحرت ما فيها هي تقرر ما تجي على صفي يا حلزونة انا يمكن اذا كنت تعبان كتير إذا كانت الحلزونة تعبانة 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 أنا بقول لها روح ارتاحي بس هيك تقرري إنه ما تجي على صفي منك لوحدي
مش عارفها بلا بين ها؟ تفضلي. وما نرجع. شكرا. يكمل يا عبد السلام. لا بلا ما يكمل عبد السلام لانه هذا مش شعر. كمان مرة منتوقف مع بريك إعلاني وبعده منتابع اليوميات.